الحليب، الحليب أنا قلتها بأنه مرتبط بأزمة موسمية. إحنا السنة الثانية كندوزو طلبوا الله يعني يغيثنا في الأشهر يعني المقبلة وفي الأيام المقبلة. راه السنة الماضية كانت من أصعب السنوات، من أصعب السنوات، ولكن بالرغم من ذلك لأنه عندك منظومة فلاحية اللي اشتغلتي فيها واستثمرتي فيها سنوات مكنتك من أنك توفر مجموعة ديال المواد لبلادك وفي نفس الوقت تحافظ على مستويات معينة من تصدير في ظل واحد الأزمة ديال ما موجودش الماء. الحليب تأثر، الحكومة تشتغل على هذا الملف. هذا هناك مجموعة من الحلول التي يتم مناقشتها، ربما تجاوزنا مرحلة المناقشة مع المهنيين، احنا الآن في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة لكي يعني ينطلق هذا الميكانيزم. هما دي ميكانيزم اللي غادي يمكنوا من أنه توفر المادة بشكل طبيعي.